خلال افتتاحه مهرجان السلع الرمضانية في جمعية مشرف التعاونية، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي، أكد استعداد الوزارة لشهر رمضان المبارك، مشيرا إلى قيامها بتخفيض أسعار مئات السلع قبيل حلول الشهر الفضيل، ذلك تخفيفا للأعباء المتزايدة على المستهلكين. كذلك شدد الرشيدي على تكثيف الرقابة لضبط أسواق رمضان. احنا في إدارة حماية المستهلك طبعا رخصنا إلى أكثر من 70 منفذ بيع مع تاجر شركات تجار، تقريبا وصل العدد الحين إلى 6266 سلعة كوزارة التجارة إدارة حماية المستهلك رخصناهم. هذه من ضمن استعداداتنا لشهر رمضان المبارك لتخفيف الأعباء على المستهلك، وما نغفل الدور الرقابي لمفتشين وزارة التجارة طبعا، خصوصا مراقبة المواد الغذائية، نوعية المواد المعروضة، لا يكون إن في تلاعب في التواريخ الصلاحية، ويكون منتجات دائما مطابقة للمواصفات الكويتية، وتكون منتجات متوافرة، ما يكون في شح أو أحد إنه ينزل الكميات، يكون كميات متوافرة للجميع.